سابق سبحان الله لو ما كسر ال 85 هنا والله ممكن كوب وعروة، يعتبر انه هذا كوب وهذه عروة، هذا على الاسبوع. لو ارتد سابق ما كسر 85 ممكن نشوف المنظر ده. طيب خلونا نشوف هدف الكوب والعروة ده، لو جاء تتخطى ال 96 97 نوصل 107. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، انا دائما ادور ال 117، والله هذا نموذج يوصل 117. والله شوف كوب عروة، كوب عروة في سابق، كوب عروة في سابق، بس بشرط ما نكسر، ما نكسر ال 86 او نكسر ال 85، ما نبغى نكسر المنطقة دي. الله، هذه اللي قلنا عليها منطقة الفيبو حقت من 2006 اللي هي منطقة ال 23 فيبو 85 20. والله يا جماعة شوف حتى النموذج على الشهري باين، لو جاء طلع كده الله أكبر. يبغانا نسأل حقون الهارموني يا ناس، شوفوا يا ناس شمعة إبريل لو نحن فوق ال 85 شمعة إبريل حتبان في سابق، حتولد هنا، حتولد هنا شمعة من فوق ال 85 حتولد خارج المسار. يا رب يتحقق هذا النموذج، يا رب يتحقق هذا النموذج في سابق، شمعة إبريل خارج المسار الهابط من القمة 141 من فوق ال 85 20 في إبريل. تعرفوا عشان يسوي زي التاسي وما يخترق كيف يغلق سابق في مارش؟ يكسر 85 20، تقوم تولد شمعة إبريل من تحت ال 85 20 كده، معناه سابق يبغى يبطبط، يمكن يروح قاعين متجاورين.